يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب 20 في الجعالة، والجعالة مأخوذة من الجعل، والجعل لغة بضم الجيم وإسكان العين الأجر، يقال جعلت له جعلا أي أجرا. والجعالة والجعالة لغتان بكسر الجيم وفتح الجيم، الجعالة والجعالة لغتان بكسر الجيم وفتحها لغتان، والجعل والجعالة والجعيلة كلها بمعنى واحد، ما يعطاه يعني المرء على أمر يفعله. الجعل والجعالة والجعالة والجعيلة كلها بمعنى واحد، وهو ما يعطاه على ما يعطاه المرء على أمر يفعله. طيب يعني هنا هذا لغة، ويعني اصطلاحا هي كعرفة عندك التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. صلاحا يقول التزام عوض معلوم، عوض معلوم يعني لابد أن يكون هذا الأجر معلوما على عمل معين، على عمل معين هنا يعني محدد بقطع النظر عن فاعله. يعني هو يقول مثلا من وجد سيارتي فله كذا، من وجد حقيبتي فله كذا، فهنا فله كذا كذا، هذا هو العوض. يبقى هو التزام عوض معلوم، لأنه قال فله كذا، حدد المبلغ، له 10% مما في الحقيبة، له 20%، له 10,000، له 1,000، له 5,000. يبقى التزام عوض معلوم على عمل معين اللي هو من وجد سيارتي، أنه يبحث عن السيارة، نعم، أو من وجدها حقيبتي، أو هكذا، نعم، بقطع النظر عن فاعله، لأنه هو لم يختار فاعلا معينا، فهذا يسمونه جعالة أو الجعل أو الجعالة. طيب ما الفرق بينه وبين الإجارة؟ ما هي الإجارة أيضا فيها نوع من إيه؟ مش إحنا لما عرفنا الإجارة إنها هي بيع منفعة مباحة أو استئجار من يقوم بعمل معين؟ هناك فروق بين عقد الجعالة وبين الإيجار. من هذه الفروق صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه، كرد مال ضائع مثلا. يبقى صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه، نعم، يعني وتعيينه كرد مال ضائع، خلافا للإجارة. الإجارة لابد أن يكون فيها إيه؟ العمل محددا. طيب هو لما قال من وجد سيارتي، ولا يبحث عن السيارة ده، يبحث أين يبحث عنها؟ يبحث عنها في هذه البلدة، ولا هو يبحث عنها في بلدان أخرى، ولا ماذا يفعل؟ العمل هنا محدد، ممكن يمكث شهرا في البحث عن السيارة ولا لا، وممكن يجدوها في يوم واحد، تمام. إذن العمل هنا في الإجارة لابد أن يكون العمل محددا حتى يكون الأجر مقابل العمل. في الجعالة لا، في الجعالة العمل هنا صحة الجعالة على عمل، ولذلك تميزت الجعالة عن الإجارة عندما يكون العمل يعسر ضبطه
يحصل ضبطه وتعيينه، يبقى هذه إجعالة، لأن في الإجارة لابد أن يكون العمل محددا حتى يكون الأجر مقابلا لهذا العمل. ما هي الإجارة نوعان، بيع منفعة كإجارة المحلات وإجارة المنازل وإجارة السيارات، فهذه بيع منفعة أو استئجار على عمل معين محدد. نعم، ففي الإجارة العمل لابد أن يكون محددا، أما في الجعالة فهو العمل يعصر ضبطه. نعم. ثانيا، صحة الجعالة على عامل غير معين، يبقى العمل نفسه يعصر ضبطه، والثاني كمان صحة الجعالة على عامل غير معين، لأنه قال من جاء بسيارتي فله كذا، هو حدد واحد؟ لا، الذي يأتي بالسيارة هيأخذ مبلغ ولا لا؟ يبقى هيأخذ هذا الجعل. يبقى الفرق الثاني، أما في الإجارة لابد أن هي فيها عقد بين طرفين، يبقى لابد أن يكون محددا. الجعالة أوسع من هذا، ولذلك عقد الجعالة دائما أوسع من عقود الإجارة، لأنه يجوز فيها ما لا يجوز في الإجارة. الثالث أيضا، كون العامل في الجعالة لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل خلافا للإجارة. كون العامل في الجعالة يستحق الجعل بعد تمام العمل، لأنه لو لم يأتي بالسيارة، لو لم يأتي بالحقيبة المفقودة، هل له شيء؟ هل يقول له تعبت والله وسافرت وعملت؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأن هذه الجعالة في مقابلة العمل. إذن الجعالة يستحق العامل الجعل بعد تمام العمل خلاف الإجارة. الإجارة ممكن بعد تمام العمل، ممكن قبل تمام العمل ولا ممكن والله ولا إلا العمل يقول لك والله أنا بأخذ مقدمة، تدفع الأجرة مقدمة، المدرس مثلا بيأخذ مقدمة إيجار ولا مش ليس إيجار، يأخذ مقدمة أو قد يأخذ بعد تمام العمل، يبقى في الإيجار فيها كذا وكذا. أما الجعالة لا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل، لأنه قبل تمام العمل ليس له شيء من الجعل، لأن الجعل في شرط، من وجد حقيبتي فلو كذا، من وجد سيارتي يبقى لابد من وجود السيارة، لابد من وجود من وجود الحقيبه. نعم، اذا اخذ الاستلام مقدما الوقت مثلا المحلق او المدرس، ما دين يعتبر دين عليه؟ طبعا دين طبعا، نعم، لانه لم يؤدي العمل ومات خلاص، يبقى اهله ورثته يؤدون الدين الذي عليه من بعد وصيه يوصون بها او دين، من بعد وصيه توصون بها او دين. الرابع، لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول. الإجارة هي عقد إيجاب وقبول، لابد من التراضي في موضوع الإجارة، لابد من إيه؟ من الاتفاق. أما في العامل، هل يشترط أن العامل قال كذا ولا هو قال من وجد سيارتي والناس سمعت وكل واحد اجتهد، والذي سيأتي بالسيارة هو الذي يأخذ هذا الجعل. الخامس، أن الجعالة عقد لازم خلافا للإجارة. عقد لازم يعني لما يأتي بالشيء، لما يأتي بالشيء يبقى لازم يدفعه. أما بالنسبة للإجارة يمكن الفسخ ولا لا؟ يمكن الفسخ. يبقى عندنا كم فرق؟ خمسة فروق. الفرق الأول، أن العمل في الجعالة يعصر ضبطه وتعيينه خلافا للإجارة. الثاني، أن العامل في الجعالة غير معين خلافا للإجارة، لابد لأن الإجارة بين طرفين. ثالث، لا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل خلافا للإجارة، لأن الجعل في مقابل عمل. الرابع، لا يشترط تلفظ العامل بالقبول. خامس، عقد لازم، يعني إذا جاء بالشيء ما قالوش والله أنا فسخت هذا الموضوع، لا، عقد لازم يلزم حينئذ، لأنه هو في البداية لم يعقده مع واحد محدد، وإنما قال من وجد سيارتي فله كذا، من وجد حقيبتي فله كذا. إذن فهمنا الفروق هنا بين الجعالة، ما هي الجعالة نوع من الإجارة ولا لا؟ الجعالة نوع من الإجارة، ولذلك لكن الإجارة أخص من الجعالة، باب الجعالة واسع متسع،
الإجارة لها شروط محددة، العامل لابد أن يكون محددا، العامل لابد أن يكون معينا، المدة الإجارة لابد أن تكون محددة. طبعا الكلام ده مش في الجعالة، ما فيش مدة في الجعالة، ليس أيضا، وهذا أيضا فوق آخر، أن الإجارة لابد تكون المدة، لابد أن يكون عقد الإجارة محددا بخلاف عقد الجعالة، لأنه قال من وجد سيارتي فله كذا، إلا إذا حدد من وجد سيارتي خلال شهر يبقى فله كذا، يبقى هو له أن يحدد، لكن يجوز يسوق فيها هذا وذاك. نعم. إذن في إذن باب الجعالة باب واسع، باب واسع، والدليل على صحة عقد الجعالة يعني عقد الجعالة أو الجعالة، نعم، الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا يعني ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا يعني قالوا يا ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. طيب هو دي هي هذه الجعالة، ولمن جاء به، حدد من يأتي به، من يأتي به، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، دعيم يعني ضامن. ولذلك النبي عليه السلام قال الزعيم غانم والمنحة مردودة والعارية مؤداة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب وحمل البعير ولمن جاء به حمل بعير، حمل البعير ده ايه؟ ما هو بيقول التزام عوض معلوم. طب العوض هنا معلوم ولا لا؟ معلوم، لأن الناس في ذلك التوقيت يعلمون حمل البعير ده قد ايه، يعلمون هم يعني حمل البعير ده معلوم للمخاطبين بذلك الخطاب. نعم. لذلك احنا نقول التزام عوض، مش هيقول هو لما يقول من وجد السيارة له لابد يعد يحدد، يشترط في الجعالة ان يحدد، لذا قال التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. نعم. فلذلك يعني فحمل البعير. طيب قد يقول قائل طيب ما هذه يوسف، هذا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ إلا ما أتى به منفقد، إلا ما أتى في شرعنا ما يوافق. أحسن، ما هو شرع من قبلنا، إذا جاء في شرعنا ولم يرد في شرعنا ما يخالفه فهو شرع لنا. ف يعني هذه صحيح هذه الآية في يعني في شريعة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ينبني على مسألة أصولية، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ والصحيح في هذه المسألة أن شرع من قبلنا إذا أضبط هذه، أضبط هذه القيود، إذا ورد في شرعنا، إذا ورد في شرعنا، يبقى إذا ورد في شرعنا يبقى لم يأتي في غير شرعنا لا يحتج به. شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد في ولم يرد في شرعنا ما يخالفه فهو شرع لنا. نعم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كل هذا كان في بني إسرائيل وشرع لنا في القصاص فيما دون النفس. لماذا؟ لأنه جاء في شرعنا ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، كذلك هذه الآية. طيب والحديث الثاني عن حديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري معروف بكنيته واسمه سعد بن مالك بن سنان، اسم يعني أبو سعيد الخدري مشهور مكثر يعني من الرواية عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، مشهور بكنيته، لكن اسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستطعموهم فاستضافوهم، يعني طلبوا إضافتهم، طلبوا أن يضيفوهم فلم يضيفوهم. نعم. فلدغ منهم يعني فلدغ سيد الحي، سيد الحي سيد القبيلة هذه، لدغ يعني لدغه يعني لدغته حي لدغته ولدغه عقرب. نعم. فقالوا هل منكم من واق؟ نعم. قالوا والله لا نفعل، هم لم يضيفوهم، قالوا والله لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، هو استضافوهم فلم يضيفوهم. نعم. وهذا ليس من 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 مروءة العرب، العرب عندهم مروءة وعندهم شهامة. نعم. بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن شابه أبه فما ظل، الشاهد يعني أنهم استضافوهم فلم يضيفوهم. فلدغ سيد الحي فقالوا هل منكم يعني هل منكم من واقن؟ فقالوا والله لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا قطيع شيا، فلقاه رجل منهم فقرأ عليه بفاتحة الكتاب،
فبرأ الرجل، برأ، قرأ عليه فتحت الكتاب فبرأ الرجل. فقالوا والله، فعطوهم القطيع من الشيعه. قالوا والله لا ناخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل مع أسأل وطل الله عليه وسلم، يدل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الورع ومن التحري للحلال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أعلم الناس وكانوا أتقى الناس وأورع الناس، لذلك قالوا والله لا نأخذه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات، فلما سألوه صلوات الله وسلامه عليه، فلما رجعوا سألوه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. وفي رواية عند البخاري: إن حق ما أخذتم عليه أجرا، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم، على التقديم والتأخير، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهنا هذا الحديث دل عليه، قالوا حتى تجعلوا لنا جعلا، يبقى هذا نص في مسألة إيه؟ في جواز الجعالة. العلماء هنا اختلفوا في النظر في هذا الحديث الذي يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ونحو ذلك، يستدلوا بهذا الحديث، قولوا إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والفريق الثاني الذي يرى المنع من ذلك يقول هذا في الجعالة، والجعالة أوسع من الإجارة، يقول هذا في الجعالة. يعني وإحنا الآن نتكلم في، يقول ليس أجر. وإحنا مر علينا بأن يعني مرت علينا هذه يعني هذه المسألة، وذكرنا فيها اختلاف العلماء، وذكرنا بأن الراجح أنه إذا تفرغ يعني لمثل هذا العمل فلا حرج عليه حينئذ أن يجعل له في مقابل يتفرغ، والمسألة أنتم يعني درستموه. على كل حال، فهذا الحديث فيه تشريع الجعالة، يبقى هذا من كتاب والسنة. وأما الإجماع فنقل غير واحد يعني الإجماع على جوازها، يعني اتفقوا على أن يعني قال يعني، فقد نقل ابن هبيرة وأحد العلماء نقل فقال اتفقوا على أن رد الآبق، على أن رد الآبقي يستحق الجعل برده إذا شرطه. يعني في الجملة اتفقت الأمة في الجملة على جواز الجعالة. يبقى صار الجعالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وبالنظر أيضا لأن فيها تحقيق مصالح المسلمين، لأن تشريع عقد الجعالة فيه تحقيق مصالح المسلمين. فمن الناس من يحتاج إلى من يقوم له بعمل أو يرد عليه حاجته، وهو لا يستطيع أن يبحث عن ضلاته أو يبحث عن حاجته، فجاء تشريع الجعالة لمثل هذا حتى يكون هناك تيسير على المسلمين في مصالحهم وفي معاملاتهم. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها. قال: واشترط بالجعالة الأحكام التالية. يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، لأنه عقد عليه، لأنه عقد على مال، وكل العقود التي فيها مال لابد أن يكون جائز. ومعنى جواز التصرف أن يكون بالغا حرا عاقلا رشيدا، هذه أربع صفات لجواز التصرف في المال. فلو صبي قال ذلك يبقى عقد الجعل لا يصح، ولو أن مجنونا قال هذا لا يصح هذا، ولو أن عبدا قال من فعل كذا فلا وكذا لأن لا يصح، لأن العبد لا مال له وإنما هو ومال ملك لسيده، ولو قال ذلك سفيه لم يعتد بذلك لأنه غير جائز التصرف في هذا، لأن السفيه بيحجر عليه سواء لمصلحة حجر للغير أو حجر لحق حق النفس. أن يكون العمل مباحا فلا تصح على محرم طبعا، يعني فلو قال مثلا فلو جعل جعلا للحرام لمن يقوم بسحر او لمن يقوم بنشر كتب خليعه او نشر يعني البدع والضلالات بين كتب البدع والضلالات بين الناس، او استاجر من يقتل رجلا مسلما او نحو ذلك، كل او جعل يقول من قتل فلانا فله كذا، هذا 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 كله لا يجوز، يبقى لابد ان يكون العمل مباحا. نعم، أما فإن كان العمل محرما لم تصح الجعالة، كمن يجعل الجعالة على الغناء أو على سقي الخمر
أو على ضرب المعازف أو على نشر كتب السحر أو البدع أو ونحو ذلك من أنواع المحرمات، أو من صنع لي تمثالا فله كذا، كل هذه من إيه؟ من المحرمات، فلا تصح فيها الجعالة. الثالث ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح. إذن 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 هذه فروق بين الجعالة وبين وبين الإجارة، بأن الإجارة لابد أن تؤقت، لابد أن في عقد الإجارة من شروط عقد الإجارة الصحيح أن يكون العقد مؤقتا، نعم، يعني بتوقيت محدد. ولذلك عقود الإجارة اللي هي التي يعني بالمشاهرة عقود فاسدة، فلابد أن تصحح هذه العقود. كيف يصححوها؟ يصححوها بأنها يجعلوا لها مدة، وحتى لو كانت مدة كبيرة 20-50 سنة 60 سنة، مهم يكون لها مدة محددة حتى تخرج حتى يعني يصبح عقد الإجارة صحيحا. أما بالنسبة للجعالة فإنها لا تؤقت بمدة محددة. نعم. ولو وقت مدة محددة قالوا لا يصح، لا يصح أن يوقتها، لأنه ممكن يبذل الباذل جهدا في ذلك وبعد ذلك يقول والله أنت يعني انتهى الوقت فيضيع على العامل إيه؟ فيضيع على العامل يعني ما بذله من مجهود في مقابل عملي. الرابع أنها عقد جائز لكل من الطرفين. لازم صحيح هي تلزم بعد عقد العمل، هي يعني هي في الأصل عقد جائز، لكنها تلزم بعد إيه؟ إذا وجد العمل. نعم، هي تلزم بعد عقد العمل خلاص، يعني إذا وجد العمل، لأن الجعل استقر على مين؟ على الجعل، لكن قبل عقد العمل، قبل تمام العمل، في عقد إيه؟ عقد يعني عقد جائز. اذا صحح انت، صحح الشرط اللي انا لعل فيه انا يعني انها عقد جائز. نعم، خلاف الإجارة عقد ايه؟ لازم. العقد لازم في الـ في الـ في الـ في الإجارة وليس عقدا، في عقد جائز ولكن يلزم بعد تمام، يلزم بعد تمام العمل. يقول أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل. نعم، وإن فسخها العامل فلا شيء له، ولكنها تلزم به، ولكنها تلزم بعد تمام العمل، لأن الجعل قد يعني لا يستطيع أن يقول بعد ما يأتي شيء يقول أنا فسخت لهذا العقد، لا يجوز، لأن الجعل استقر في ذمة الجاعل. طيب، الشرط الأول. نعم. نعم. الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني فيه وفي العمل أن يكون قادرين على العمل. هو في تعريفه قال قطع النظر عن بعيد. صحيح. يعني لو أتى طفل مثلا، أنا جعلت جوه مثلا لما أتى بالسيارة، لو الطفل أتى بها ومستقر العمل عليه هو اللي أتى بها. لا، هو لما قال يعني ولمن جاء به حمل بعير يبقى بينتظر في المن، فهو يبقى في شروط ضمنية. ان يكون فعلا العامل قادر على هذه، يعني يكون قادرا على هذه، والا فالانسان مثلا المشلول او المعاق الذي لا يستطيع ان يبحث عنها، فلانها في الجمله هي عقد على عمل، وطالما انها عقد على عمل في الجمله يبقى لابد ان يكون في العامل قادر عليه على هذا العمل. نعم، فعلى ذلك في العمل ما هو ما شرطش الكبير ولا الصغير في هذا، بس هي لان المساله هنا في عقود ماليه اشترط فيها ايه، هو ما شرطش واحد معين، لكن اشترط من يكون له قدره على الاتيان بهذا الشيء. فلذلك يكون اشترط في العمل ان يكون قادرا على العمل. طب اذا لم يكن قادرا على العمل يبقى هو غير داخل معنا في عقد في عقد الجعال. يعني المسألة ان هو لو جاء بها واحد، طب ما جاء واحد من معنى انه مجيء بها انه قادر على العمل، معنى انه جاء بالسيارة او جاء بالحقيبة بانه قادر على العمل، والكلام هنا عليه الكلام على واحد غير قادر على العمل، يبقى هو غير داخل معنى في هذا العقد. اذا حدث اختلاف بين العامل والجاعل،
يا القول من إذا حدث اختلاف بينهما، العامل يقول لو أنت قلت إن الجعل يعني 10,000 والجعل يقول لا، أو الجعل يقول لا أنا قلت الجعل 5,000 فقط، فإلى أي قولين نرجع؟ القول قول من؟ القول قول الجاعل مع يمينه، لأن اليمين في جانب من؟ اليمين في جانب الأقوى. فالأصل براءة الجاعل ولا مش هو التزم هذا الكلام؟ هو الذي أوجبه على نفسه، يبقى الأصل براءته منه. نعم. فإذا اختلف العامل والجاعل في قدر الجعل فالقول قول الجاعل مع يمينه، إلا أن تكن العامل بينة، فلو كانت العامل بينة يتقدم. نعم. فلو كان للعامل بينة نعم. إذا حدث اختلاف بين العامل والجاعل فالقول قول الجاعل مع يمينه، لأن الأصل براءته. إذا ما لم توجد بينة عند العامل، إذا حدث اختلاف بين العامل وبين الجاعل فاختلف في قدر الجعل فالقول قول الجاعل مع يمينه، نعم، ما لم توجد بينة عند العامل فيا تقدم. أيضا من الأحكام المتعلقة به يد العامل، يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة، يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. يعني لو هو مثلا بعد ما وجد السيارة هو جاء بالسيارة فحدثت حادثة، نعم، ولكن بلا تفريط ولا تعدي منه، يبقى لا يضمن، لأنه يد على لأن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة، وطالما أنه يد أمانة يبقى لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. آخر مسألة في هذا الباب هو متى تنفسخ عقد الجعالة، متى ينفسخ عقد الجعالة؟ نعم، بقول متى ينفسخ العقد؟ ينفسخ العقد بموت احد المتعاقدين، يعني سواء العامل مات او الجاعل مات او يعني او جنونه، وعند المالكية لا تنفسخ عقد الجعالة اذا شرع العامل في العمل، يعني عند المالكية تلزم بعد الشروع في العمل، يعني وعند المالكية انها لا تنفسخ بعد شروع العامل في العمل. الثاني ايضا فسخ العامل الجعالة بتنفسخ، وهل له شيء؟ لو العامل فسخ الجعالة له شيء؟ ليس له شيء. اما اذا فسخ الجاعل، يبقى لو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل الملكية يقولون يا لا تنفسخ، فلو فسخ يبقى عليه أجرة المثل، يعني العمل اللي هو قام بالتعب اللي هو تعبه ده، لأن الفسخ جاء من جهة من؟ من جهة الجاعل. لو جاء الفسخ من جهة العامل لا شيء له. إذا موت أحد المتعاقدين، الثاني فسخ العامل الجعالة، الثالث فسخ الجاعل العقد الجعالة قبل الشروع في العمل. فهذا أيضا يتنفسخ. طب لو فسخ بعد الشروع في العمل يبقى عليه أجرة المثل، والمالكية يقولون لا تنفسخ. لماذا؟ لأن هناك ضررا على العامل في ذلك. ومن الذي يقدر المثل؟ عرف الناس، أعرف الناس.